السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كشفت عضو حزب الاتحاد الوطني ريزان شيخ دلير اليوم الأحد عن آخر تطورات في مفاوضات منصب رئاسة الجمهورية، وقال دلير إن مفاوضات الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني حول منصب رئيس الجمهورية لا زالت مستمرة ولم تصل إلى طريق مسدود، وأضافت إن هنالك مشكلة في مرشح الحزب الديمقراطي، لذلك نعمل معهم للتوصل على اتفاق مشترك. وتابعت أن مفاوضات الاتحاد مستمرة مع جميع الأحزاب السياسية الكردية وغيرها لغرض التصويت على مرشح الحزب.